بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 151. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في الحلقة الماضية وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة رضي الله عنهم وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد، وإن كان مع ذلك لا يستحبه، هذا هو المشهور عنه، وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع، فيندرج في العموم لفظا ومعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقدم الكلام على مسألة تعريف في الأمصار وما فيه من الخلاف، والراجح أنه لا يفعل، لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين هم أجل الصحابة ما فعلوا هذا كالخلفاء الأربعة، وإن كان فعله ابن عمر، كان فعله ابن عباس ومالك بن الحريث، فالمدار على الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، ولم ينكر عليه وما يفعل في عهد ولم ينكر عليه وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة. قصده أن ابن عباس كان خليفة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم ينكر عليه، ولكن هذا لا يكفي في الاستدلال، كونه لم ينكر عليه لا يكفي في الاستدلال، لأن هذه مسألة مهمة ولا تخفى على الجميع، فلو كان التعريف مشروعا وفيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خفي على أكابر الصحابة. نعم. لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات، الرفع الشديد في المساجد بالدعاء وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره. وهذه إضافة إلى ما تقدم أن التعريف في الأمصار في المساجد ليس عليه دليل، ولكن من فعله مجتهدا كابن عباس رضي الله عنهما فنرجو له الثواب، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا على ما فيه من النظر يصحبه أشياء منكرة كما ذكر الشيخ، ولا سيما في المساجد، كرفع الأصوات في المساجد وإحداث الخطب في المساجد بمناسبة هذا اليوم، وهذا زيادة على ما كان يفعله أو فعله ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول: ينبغي أن يسر دعاءه لقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: هذا في الدعاء. نعم. قال: وسمعت أبا من آداب الدعاء الإسرار به وعدم الجهر به إلا إذا كان إماما أو خطيبا
الاستسقاء والناس يؤمنون على دعائه فإنه يجهر الخطيب أو الإمام. أما إذا كان يدعو لنفسه فإنه يسر في دعائه لقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك، والمراد بالصلاة هنا الدعاء أو قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكان المشركون يأتون ويتسمعون إليه ليستهزئوا بالقرآن، فالله جل وعلا نهاه عن ذلك، قال ولا تجهر بصلاتك. فهذا يؤخذ منه أن الإصرار بالدعاء أنه أخلص وأحسن. نعم. قال ربكم تضرعا وخفية. نعم. قال وسمعت أبا عبد الله يقول وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. نعم كانوا نعم. قال وكانوا يكرهون أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. يعني السلف الصالح. نعم. والقرون المفضلة يكرهون أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يسمعهم ولو لم يرفعوا أصواتهم، يعلم السر وأخفى. ولما رفع الناس أصواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبية أو بالتكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم. وروى الخلال بإسناده، بل قال روى الخلال بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن مسيب قال أحدث الناس الصوت عند الدعاء. نعم أحدث الناس الصوت عند الدعاء، هكذا قال سعيد بن مسيب إمام التابعين تابعي الجليل فقيه المدينة وأحد الفقهاء السبعة، يقول أحدث الناس الصوت في الدعاء. والإحداث كما سبق من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيكون هذا من البدع. نعم. وعن سعيد بن أبي عروبة أن مجالد بن سعيد سمع قوما يعجون في دعائهم فمشى إليهم فقال أيها القوم إن كنتم أصبتم فضلا على من كان قبلكم لقد ضللتم. قال فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بغيتهم التي كانوا فيها. نعم. وهذا سعيد مجالد بن سعيد سمع قوما يرفعون أصواتهم بالدعاء ولهم ضجيج، فذهب إليهم وأنكر عليهم وقال لستم بأفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء، بل كانوا يكرهون ذلك كما سبق. وأيضا إذا كان هذا ناشئا عن أنهم أفضل من صحابة رسول الله، أنهم يرون أنهم أفضل من صحابة رسول الله، فقد ضلوا ضلالا بعيدا، لأنه لا أحد أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرفعون أصواتهم بالدعاء، لأنه لا حاجة إلى الرفع، لأن الله سميع قريب، ولأن رفع الصوت في الدعاء قد يؤثر على الآخرين الذين يدعون الله أو يتلون القرآن أو يذكرون الله، فإذا كان الإنسان مع جماعة فإنه يخفض صوته ولا يشوش على من بحضرته ومن حوله من الذين يعبدون الله عز وجل. وروى أيضا بإسناده عن ابن شوذب عن ابن التياح قال قلت للحسن إمامنا يقص فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال الحسن إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة، وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة، وإن اجتماع الرجال والنساء لبدعة. وهذا الحسن البصري رحمه الله وهو من أئمة التابعين ينكر هذه المسألة وهي رفع الصوت بالدعاء، ويصفه بأنه بدعة، والبدعة ضلالة كما في الحديث. نعم. فرفع الأيدي فيه خلاف وأحاديث ليس هذا موضعها. أما رفع الأيدي في الدعاء فهذا فيه تفصيل، وترفع الأيدي في الدعاء
إلا في المواطن التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يرفع يديه، كالدعاء في الصلاة والدعاء في التشهد والدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء، فهذه مواطن لا يجوز رفع الأيدي فيها بالدعاء. نعم. والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيها في قبر الصالح أو المسجد الأقصى، وهذا تشبيه بعرفات، بخلاف مسجد المصر فإنه قصد له بنوعه لا بعينه، ونوع المساجد مما شرع قصدها. نعم، هناك تعريفان في يوم عرفة، تعريف مجمع على إنكاره وهو قصد مسجد معين أو السفر إليه لأجل التعريف فيه، هذا أمر لا يجوز، لأنه لا فضيلة لمسجد على مسجد إلا المساجد الثلاثة ومسجد قباء، وما عدا ذلك فالمساجد كلها سواء، لا يعتقد أن بعضها أفضل من بعض لأنها كلها بيوت الله. فإذا كان يقصد بالتعريف مسجدا معينا فإن هذا بالإجماع ممنوع، أما إذا كان لا يقصد مسجدا معينا وإنما أي مسجد من المساجد في البلد يعرف فيه يدعو فيه يوم عرفة بعد العصر، فهذا موضع الخلاف الذي سبق. نعم. قال: فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانا معينا لا يتبدل اسمه وحكمه، وإنما الغرض بيت من بيوت الله، بحيث لو حول ذلك المسجد تحول حكمه، ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوصه. نعم، المساجد البلد كلها سواء، لا فضل لبعضها على بعض، فإذا عين مسجد واعتقد فيه فضيلة فهذا بدعة من البدع، لأن الفضيلة لا تثبت إلا بدليل تخصيص من الشارع، فالمساجد كلها سواء ما عدا المساجد التي فضلها الله وهي المساجد الثلاثة: مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ومسجد قباء فضيلته تابعة أيضا للمسجد النبوي. نعم. أو قدم المساجد بعضها على بعض في الزمن، هل يدخل في التفضيل أن هذا بني قبل هذا؟ قال الفقهاء بذلك أن القديم أفضل لأن الطاعة فيه أقدم، ولكن لا دليل على هذا. نعم. قال: وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج بخلاف المصر، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. السفر المراد بشد الرحال السفر، سواء كان على الرحال أو على السيارات أو على الأقدام، فلا تشد الرحال ويسافر للعبادة والاعتكاف والصلاة في مكان إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وما عدا ذلك فمساجد الأرض سواء، ولا يجوز السفر لمسجد غير هذه الثلاثة لأن هذا من البدع المحدثة. نعم. قال رحمه الله: هذا مما لا أعلم فيه خلافا. نعم، الشيخ على سعة علمه واطلاعه وتحريه يقول: لا أعلم في منع السفر للتعريف، منع السفر لأجل التعريف في مسجد من المساجد، يقول: لا أعلم فيه خلافا، يعني في منعه. نعم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة، ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واجب كالجمعة وإما مستحب كالاعتكاف به. نعم، إتيان الرجل للمسجد لا يخلو من حالين: الحال الأول ما إتيانه واجب وهو الذهاب لأداء الفريضة مع الجماعة المسجد، هذا أمر واجب على الأعيان، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وإما أن يذهب إلى المسجد لفعل مستحب فيكون ذهابه مستحبا، وذلك كما لو نوى الاعتكاف في المسجد وذهب إليه ليعتكف فيه فهذا مستحب. نعم. وأيضا فإن التعريف عند القبر
اتخاذ له عيدا وهذا بنفسه محرم، سواء كان فيه شد للرحل أو لم يكن، وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره. وإذا كان التعريف عند القبر، إذا كان التعريف عند قبر من القبور فهذا وسيلة من وسائل الشرك. فإذا قصد قبرا يوم عرفة يدعو عنده بعد العصر فهذا وسيلة من وسائل الشرك، بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، لأنه لا يجوز الدعاء عند القبور ولا الصلاة عند القبور، ولا لأن هذا كله من وسائل الشرك. نعم. قال رحمه الله: وهو من الأعياد المكانية مع الزمانية. نعم، فيجتمع فيه العيد الزماني وهو يوم عرفة، والعيد المكاني وهو قصد القبر والجلوس عنده، فهذا فيه عيدان مبتدعان، عيد زماني وعيد مكاني. نعم. وأما ما أحدث في الأعياد من ضرب البوقات والطبول فإن هذا مكروه في العيد وغيره لا اختصاص للعيد به. نعم، هذه مسألة استطرادية، وهو الأعياد المشروعة كعيد الفطر وعيد الأضحى لا يجوز أن يحدث فيها شيء من ما يفعله الناس من اللهو واللعب كضرب الطبول والموسيقى وغير ذلك، لأن هذين اليومين المباركين عيد الفطر وعيد الأضحى أيام عبادة، أيام عبادة. عيد الفطر فيه صلاة العيد وفيه ذبح الأضاحي والتكبير، وعيد الأضحى كذلك فيه التكبير لغير الحجاج، وفيه أيضا ذبح. عيد الفطر فيه صلاة العيد وفيه إخراج صدقة الفطر وفيه التكبير، ثلاثة أمور. وعيد الأضحى فيه صلاة العيد بالنسبة لغير الحجاج، وفيه ذبح الأضاحي وفيه التكبير. نعم. قال: وكذلك لبس الحرير. فهذا المشروع في الأعياد، المشروع في الأعياد الأكل والشرب وشكر الله سبحانه وتعالى والتكبير والشعائر التي تؤدى في هذين اليومين المباركين. أما ما تجاوز فيه الناس من إحداث اللهو واللعب والغفلة وربما المنكرات التي تفعل فهذا يتنافى مع حرمة العيد، لا سيما وأن هذا العيد أتى بعد عبادة عظيمة، فعيد الفطر أتى بعد صيام رمضان، وعيد الأضحى أتى بعد الوقوف بعرفة، وهما عبادتان عظيمتان لا ينبغي أن تتبع العبادة بالمعاصي والمنكرات ويقال هذا يوم عيد. نعم. وكذلك لبس الحرير أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع. ويوم العيد يستحب فيه الزينة، يستحب فيه الزينة في يوم العيد، لكن الزينة لا تكون بلبس المحرم كالحرير، فإنه حرام لبسه على الرجال كما يحرم عليهم تحلي بالذهب على الرجال، ويباح هذا للنساء كما قال صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فلا يجوز للرجال أن يذهب بهم التزين في الملابس إلى أن يلبسوا ثياب الحرير المنهي عنه ويقولون هذا يوم عيد. يوم العيد لا يبيح الممنوعات. نعم. قال: أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع. نعم. وترك السنن من جنس فعل البدع. نعم، ترك السنن يأثم أو ينقص أجر صاحبه، السنن الواجبة يأثم والسنن المستحبة ينقص أجره، والبدع يأثم بها على كل حال، فكما أنه إذا ترك السنن يأثم أو ينقص أجره فكذلك إذا فعل البدع فإنه يأثم بذلك. نعم. فينبغي إقامة المواسم
على ما كان السابقون الأولون يقيمونها. هكذا المنهج السليم في الأعياد، أننا نفعل فيها ما كان السلف الصالح والأقدمون يفعلونه، لأننا مأمورون بالاتباع والاقتداء، نعم، لا بالابتداع، نعم. من الصلاة والخطبة المشروعة والتكبير والصدقة في الفطر والذبح في الأضحى، هذا ما يشرع في العيدين، ما شرعه الله فيهما. والأكل والشرب مما أباح الله سبحانه، توسع بذلك والسرور، لكن لا يتجاوز إلى المبالغة والغفلة وما أحدثه الناس من الحفلات التي تشتمل على منكرات، اختلاط بين الرجال والنساء، وغفلة عن الصلاة في وقتها، واستعمال لآلات اللهو والطبول والمزامير والرقص وغير ذلك من التجاوزات، نعم. فإن من الناس من يقصر في التكبير المشروع، ومن الأئمة من يترك أن يخطب للرجال ثم للنساء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الرجال ثم النساء، ومنهم من لا يذكر في خطبته ما ينبغي ذكره بل يعدل إلى ما تقل فائدته. نعم، هذه ملاحظة من الشيخ على أئمة المساجد في وقته، فكيف بوقته؟ في وقتنا هذا، فمن الناس من لا يكبر مع أن التكبير مشروع في العيدين، فيمضي عليه وقت لا يكبر، أو يغفل عن التكبير أو ينساه. ومن الناس من الخطباء من لا يخطب فيما يهم المسلمين ويبين لهم الأحكام المتعلقة بهذين العيدين، يعني كل عيد له أحكام، فيكون الخطيب ينبههم على تلك الأحكام وينبههم على ما يحتاجون إليه أو على الأخطاء التي هم واقعون فيها. أما أن يأتي الخطيب بكلام غريب على الحضور، أو ليس هو من مشاكلهم، أو ليس لهم يد في تغييره، ليس لهم يد في تغييره، كمشاكل الدول والسياسات، ويعرضها على العوام في خطبة العيد أو في خطبة الجمعة، هذا لا يناسب، هذا له مناسبة أخرى عند المسؤولين وعند من يملكون الحل والعقد. أما العوام والناس الذين ليس من شؤونهم مشاكل العالم فلا يشغلون بها، وهم ليس في يدهم قدرة على إزالتها. وأيضا هذا يشغل عن الخطبة المشروعة، فقد لا يجزي أيضا، لأن بعض الناس قد يتكلم بكلام كثير ولا يؤدي الخطبة المشروعة، فيكون يخل بركن من الأركان، فينبغي التنبه لهذا. أما قول الشيخ أن منهم من لا يخطب للنساء خطبة خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب للرجال ثم يذهب ويخطب للنساء خطبة خاصة بالنساء، ولكن اليوم الحمد لله لما وجد مكبر الصوت الذي يبلغ الجميع الرجال والنساء، فبإمكان الخطيب أنه يجعل من قسما من الخطبة يختص بأحكام النساء وتنبيه النساء، فيجعل الخطبة فيها تنبيه للرجال وتنبيه للنساء. نعم. صلى الله عليكم. قال: ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة. وهذا أيضا نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر بالمصلى، فإذا حصل النحر في المصلى فهو أظهر، لأنه إظهار للشعيرة في المصلى، وإذا نحر في بيته أو في مكان لا بأس بذلك. نعم. لو أحد عمد إلى بعض مصليات العيد قال أريد السنة يترك؟ ما ينحرها في نفس المصلى، عند المصلى يعني. نعم. ولا سيما أن تعرف أنهم كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صلون في الصحراء، ولا فيه سور ولا أبواب. نعم. وقال رحمه الله: إلى أمور أخرى من السنة، فإن الدين هو فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه. هذا الدين بتصوره وتعريفه العام. نعم. أنه فعل ما أمر الله به والأمر بذلك من الواجبات والمستحبات،
والأمر بذلك وتعليم الناس هذا الشيء، وكذلك ترك ما حرم الله أو ما هو مكروه والتنبيه على ذلك، هذا هو الدين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. إلى هنا نأتي أيها الإخوة المستمعون إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وجعله حجة لنا لا علينا. في الختام هذه تحية مهندس الصوت أخي حمد العزاز، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.